لا تجهد عينك وخذ لك فترات استراحة لمدة 20 دقيقة خلال العمل أمام شاشة الكمبيوتر. استعمل الإضاءة السليمة عند القراءة والعمل، وأيضا ارتد النظارات الشمسية خاصة لما تطلع في الشمس عشان تحمي عيونك. واقيات العيون من المهم جدا استخدامها، خاصة إذا كان عملك ممكن يأثر ويخلي مواد خطرة تدخل في العين. المحافظة على نظام غذائي متوازن من الأمور المهمة للمحافظة على صحة العيون. عدم التهاون في تضرر البصر، احنا نقول الويع ويع العين، دائما أي شيء يقرب من العين ممكن يسبب مشاكل كبيرة. الفحص الطبي العام من الأمور المهمة الواحد يقوم بها، ويخلي الطبيب يشوف عيونه، ممكن يتعرف على أشياء كثيرة تتعلق بصحة الجسم. والفحص الدوري على العيون مثل ما قلنا من فترة الأخرى عن طبيب مختص من الأمور المهمة. وأيضا لا تنسون التوقف عن التدخين، بيخليك تتمتع بصحة سليمة لعيونك والجسمك بشكل عام.